حلبان محمود محمد ياسين ديك او كميدا حلبان اذا اقل كقولها قورت سومالا لانا او سيقارو قوة رمي التلفيشي كالسان ايا ساق او قهال لهذا الكسو يري مدحوينا دولادا فضل عالك سومال يا محمد عبد الله افرماتو كالسو وهاينو عيدا ما كقورو يا قبلو السور يا السناق او كميدا سومالا لانا وحانو حلبان كو قد ديقين ارنتا سكو كعو مدحوينا دولادا فضل عالك سومال يا ازاقونا شاقين سومالا انتهي قران جرا وحانو سدو كلا باقو دري حكومة دا سومالا انو شاقين سيدك دقا وهذا شهر انتاسي وحان هذا الذي سيكمدها وهذا الهي انتها بريها بوال مغلايي ان وحلا دقي سنكرو او دولد لحدود بان لاهي او دل بان لاهي او دولد بان هاي او نولكي دي كل اللي عرمك كرا او دولد كاللي بلغة تاقيا او تلفزيون دلغة سودينيو كل اللي عيدا ما بلغة قرانيا كل اللي عيدا ما بلغة كينيا و هدنا مير قبطة أو إسكفر لذو عادي إسكاء أنا سومال لأن مو يمارك ولقي مارك ما أنا مقر نوع الله هاي سومال لأن بريهان يب بريهان با هوس ولعب بدن با هوس وقصي سعودي تريتان كي سومال لأن يجو آن كي ومدو وذا قادي إن خيرنا كم مقرين إدتك وذا شوقي أي شوقين قبل ولا بتشوقي إن قبل كتيري يعني لما هاد يحبني صدق هذا قوله سحق اللوب وحشي حق الوضع يا ببيريه يهين حاضر وده تشوقة وحيردي وده جها أطال وحمد إلهي حمبارين غير كافر يحمل فدو دي ما أنت حرنا كامل تهاي إنا حسين هو على كي إن حد كتاب مدوب بوتكو عم برسل وحي هاي أفر يسق عشك رضوع نقول شيء يعني ما أنت سيدي لوغو أفريا سغاشي كيبهد بركا وحا غولا ياشي با كوركي هرور وقتي كوب يا سغاشي كي برعال لسي قد تغي اي لغو هشي يا إن لغوستو او خيرنا عوران هالكا انتو بحاي عوران لغو يدكو بچرو شيرنا بو عوران لغو يدكو بچرو بو عوران بيل والي با غوب چوك بحيو بيل والي با وساحة دي ما لنتنا بيل والي با وسيرة دي دي يا غولا ياشي دي اي اي سو حادر سي او بيل والي با قيبو حيو هشي اي سو بحسمان تنقب قاتلي مش أردت عين كاهي أيام ما أنت كتب للي سنتضد كيون كمدي قراتي بي قرا صباح قرا صوكش قرا صوكش قرا قرا الله فري قرا بركا واحد أنا أقول لا هاي يا لقول ليلي قوان كشعبي قبقاري قوان كشعبي قبقاري أمد وذا قاري أنا إذا أنا كم غرين يا لقول عيار أو كلب كوحير كعيار كلب كوحير ما يركوش شخصي يا كعيار ما يركسها شيء قط ummada Soomaaliland oo dhanba isu timi ummada Soomaaliland oo dhanba ka go'da koox meel ku shirtay ma goyn karto waxaan leeyahay xuduuda hal la sugo yaana loo adkaysanin calan iyo ciidamo laga qoro meel geesta kale waxa xildhibaanku ka hadlay saxiibaraga Soomaaliland ku habsaday waxaana uu sheegay inuu soo bandhigay siyaabo kala duwan oo lagu hortay karo saxiibaraga soo noqda waxaana markala hadaladiisa ka mid ah sida tan waxaan idhi saddex qodob هادي الفوليو سحر باراركو هوسبو دعيا هوسبو دعيا ما هاني أفر بقول إمكس مريا مليان مليان بو مريا هكذا بس صدقون ساك سايو كاركي صدقون بكذا وليس كم مليان أن أفر بقول ما نافيو هادي نبي نغات هاي وحالا وحا أدون إنو جي مادة إتوبيا أما خسراتو أما قاتاتو أي نوع وحا الله وحي كستا أما وحا الله وحي توبيا نوغي مادا هذا سيدا أكتهين عصرك أيا وحا الله وحي شري صومالي لا صوبحي يا دولار هيا لا يلا هلو قبدي له العقتا هالا توجيو أو توبيا هاكين ساتو العقتو دي وحيولو دي وحي وقو يسيري صومالي لاني العقتو دي توبيا كاهيد قبل الله هكا فران بانان ay lacagti Ethiopia soo dhigan oo shilinka iyaga asalkii la keeno iyada tooda ay qaataan taayadan looga tagaan adeegada oo wixii xoolahoodu u gooyeen iyay dollar ragiga doonin waa dhigayaga dollarku anagu dhigana kicinaya anagu dan yartaydi iyo dadkayga iyo masaakiinta ay abaara ka soo doogay ee xanuunada ka soo doogay ayuu xididka ka sii goynaya han laga deeyso Ethiopia dawladda xukuumadda Soomaaliland ha ku dhirato oo ha tiraho aan laga joojiyo oo keenay lacagtii Soomaa Ethiopia ka hadii taa la waayo han laga qaadato
waxa nooga yimaada wax la eeg batayadaha kala soo baxdo oo ama bih ama kaloon waxoola aan u baahan tahay oo meelo kale ka qaadato oo bad ma lahayn ayaan u haynaaye badliga ha naga qaadato Ethiopia haddii labadaa diido waxeed hal joojiyo baadegada halkaasi waa waa wado inta wado ee laga furayay saxar barku taasi waa ta koobaad ee ugu weyn taasi halkaas ku baxteysa ta kale waxa weeye waxaanu soo sameeynay lacag xaddaaf ah oo soo dabacnay oo Soomaaliland soo dabacday waxa Allah wixii bataana iyaga isjibiya iyo ciidba kale oo iman lacag inaga la dagaalamayna oo jabinayna shirinkeedii lacagta Soomaaliland soo sameysay ee saayidka ah wixii suuqa galmay wax kale la gubo isku soo wada duubo hadalkani ka soo yeedhaya xildhibaan dheeg oo ka tirsan golaha guurta Soomaaliland ayaa ku soo hagaagaya xilow madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya uu sheegay in uu ciidan ka qornayo gobolada Sool iyo Sanaaga Cabdullaahi Maxamed Faarax Cabdullaahi Raashid Fiishka caalamiga Carlson aqalka golaha guurta ee magaalada Hargeysa